هدوء حذر تشهده جبهات القتال في مديرية الوازعية بعد معارك هي الأعنف تعرضت فيها المنطقة لقصف عنيف من قبل ميليشيا الحوثي، ويتزامن هذا مع حالة استعداد مقاتلي المقاومة الشعبية للانتشار الواسع في كافة الجبهات تحسبا لأي عملية عسكرية لقوات المخلوع والميليشيا. تعزيزات جديدة دفعت بها الميليشيا إلى المديرية سعيا للسيطرة على مواقع جديدة في شقيرة والأحيوق التي شهدت مواجهات عنيفة خلال الأيام الماضية أدت إلى سيطرة الميليشيا على مواقع محدودة بسبب ما تعانيه المقاومة من نقص في السلاح. أصحاب الدعم أو الجيران أو القبائل أو إمدادنا بها بالأسلحة الثقيلة وخيرها، إذا وجد لدينا سلاح ثقيل لا يوجد لديه ذخيرة نستخدمه في المعركة، لذلك نستغيث ونستنجد بالتحالف ومن له يد العون والخير يمدنا بذلك. في حين تكثف المقاومة الشعبية من تواجدها في كافة الجبهات وعلى الطرقات الرئيسية خاصة في وادي قريب والنوبة والصبارة في مهمة تأمين المناطق التي تسيطر عليها ومنع أي تقدم للميليشيا والمخلوع فيها، كل تلك التحركات تزداد معها موجة النزوح في أوساط السكان نتيجة الحرب التي شنتها الميليشيا وحليفها المخلوع صالح على المديرية، حيث نزحت عشرات الأسر إلى مناطق أخرى وسط نداءات استغاثة لإنقاذهم من الحرب.